بدي حقي بدي حقي بدي حقي بدي حقي بدي حقي بدي حقي والله ما في اي حقوق بناخذها صح. والله دوام العيد انه ايوب بعد ما اخذنا لها العمال حالتهم على الله. احنا بنقول سواقين انا لي 20 سنه 365 ليره ابو سايق. انا راتبي 300 دينار بستلم منه 40 دينار. كيف ليش وصول قروض جميعنا مرهونين يعني موظفين البلديات معدومين نهائيا. راتبي 320 دينار عندي 5 عيال وست بنات. قديش لك تخدم؟ 28 سنة. أجي عاوز البلديات يقول لي ذبتك برا اللي هو المصارصن زدته بالحاوية. لو صرف مكافأة في هاي الخدمة رفع رواتب الموظفين مساواة باقي موظفين الدوائر الحكومية والرسمية. عطت يوم السبت تثبيت عمال المياومة صندوق الادخار مكافآت وحوافز أسوأ من الوزارات الثانية. احنا عايزين نعمل محطات ونتعودين على الشمس.